أهلا بكم من جديد. أطلق مركز غسيل الكلى الواحد في الغوطة الشرقية نداء استغاثة لإنقاذ 31 مريضا مصابا بالقصور الكلوي بعد أن أفاد المواد الطبية اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى لهم. وطلب أطباء المركز منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهلال الأحمر العمل على إدخال هذه المواد بسرعة كبيرة. أسبوعيا يأتي أبو أحمد مرتين إلى مركز غسيل الكلى الوحيد في الغوطة الشرقية ليجري ما يعرف بجلسات التحاليل الدموي بعد أن تطور داء السكري الذي يعاني منه إلى قصور كلوي، لكنه اليوم يشعر بقلق وخشية كبيرين بعد أن أخبره الأطباء أن هذا المركز قد يتوقف بعد يومين نتيجة نفاذ المواد الضرورية لإجراء هذه الجلسات والتي لا يمكنه العيش من دونها. أنا مريض عم أخسر كلى، صرنا من أول السنة، سببه ارتفاع السكر وعم نخسر مرتين أسبوعيا، وإن شاء الله نتمنى يفوت مواد طبية مشان نضل مستمرين بالعلاج. أبو خالد أيضا مصاب بالقصور الكلوي منذ 5 سنوات وتساوره ذات الخشية مما قد يحل به إن توقفت جلسات غسيل الكلى. صلي 4 سنوات بغسل كلى وبغسل بالأسبوع 3 مرات، وإن شاء الله نتمنى إنه ما تأخر علينا المواد مثل حكاية المرة الثانية حتى ما نتأثر فيها. مركز غسيل الكلى الوحيد في الغوطة الشرقية والذي يجري جلسات أسبوعية ل 31 مريضا مصابا بالقصور الكلوي بمعدل 250 جلسة شهرية بات اليوم مهدداً بإغلاق أبوابه أمام المرضى بسبب نفاذ المواد الطبية الضرورية لإجراء هذا النوع من الجلسات والتي توزع حصراً من منظمة الصحة العالمية وتدخل عن طريق الهلال الأحمر، وهو ما دفع الأطباء لدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان. نوجه نداء إنساني عاجل بدخول المواد الطبية اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى بشكل إسعافي. تأخير دخول هاي المواد حيسبب لنا حالات وفيات من المرضى من جديد، ونحن هنا بهالمركز بنستقبل ما يقارب 250 جلسة شهريا، عنا 31 مريض، عنا قدرة كثير ضغط كبير على هالمركز. نتمنى دخول المواد الطبية بصورة عاجلة ومن أجل مساعدة هذا العمل الإنساني البحت. المريض المصاب بالقصور الكلوي قد يفارق الحياة بعد 10 أيام بحسب الأطباء إن لم يخضع لهذا النوع من العلاج، فهو أمام خيارين: إما الذهاب إلى العاصمة دمشق والمكوث بمشفى خاص حيث تصل تكلفة الجلسة الواحدة إلى 20,000 ليرة سورية، أو اختيار مشفى عام هناك تكثر فيه المحسوبية والانتظار وسوء الخدمات. خلال يومين سوف تنتهي المواد الضرورية لغسيل الكلى وستكون حياة 31 مريضا بخطر كبير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستقوم منظمة الصحة العالمية أو منظمة الهلال الأحمر بإدخال هذه المواد، أم سيبقى الأمر معلقا دون أي إجابة؟ محمد عبد الرحمن، أورينت نيوز، ريف دمشق. أرحب بضيفي دكتور محمد الصادق، أخصائي أمراض كلى من الغوطة الشرقية. مساء الخير دكتور محمد. يعني اليوم تطلقون نداء استغاثة لإنقاذ 31 مريض بالقصور الكلوي، يعني لو تضعنا أكثر بالصورة لديك. نعم أنسة للأسف راح. نحن مركز غسيل الكلى الوحيد في الغوطة الشرقية نعاني دائما من موضوع دخول أو عدم توافر المواد الأساسية لإجراء جلسات غسيل الكلى. مركز غسيل الكلى الآن يخدم بحدود 30 مريض ويجري جلسات غسيل ما يقارب 250 جلسة شهريا. للأسف عدم دخول المواد بشكل متواتر وبصورة متوالية يؤدي إلى تدهور الحالة الطبيعية للمرضى. نعم نحن بال 2016 تقريبا ساوينا بهذا المركز ما يتجاوز 2000 جلسة غسيل كلى بهذا المركز. للأسف دائما في عندنا مشكلة بموضوع تواتر دخول المواد الطبية اللازمة لهذا المركز. نحن عم نحاول دائما نقدم الخدمة الطبيعية للمرضى، إضافة للأجهزة نحن بال 2016 دخل جهازين من قبل منظمة الصحة العالمية ورعاية الهلال الأحمر. كمان نحن بهذا المركز عم نعاني ضغط كبير بموضوع فقدان الأجهزة اللازمة لإجراء هذه الجلسات.
دائما نحن نعرف انه الاجهزه الطبيه الموجوده في المركز بحاجه دوريه لاجراء صيانه واجراء عمليات معايره من اجل توازن الشوارد لدى المريض. طيب كما فهمنا دكتور، نحن هلا عم نحاول نعم يعني كما فهمنا ان هذا المركز يعني سيتوقف بعد يومين نتيجه لنفاد المواد الطبيه. نعم نعم، نحن في نهاية هذا الأسبوع أعلننا توقف مركز غسيل الكلى الوحيد في الغوطة الشرقية عن تأدية الخدمة اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى. إن لم تتوفر المواد أو لم تدخل المواد الضرورية لإجراء إتمام جلسات غسيل الكلى اللازمة ل 31 مريض الموجودين لدينا الآن. نعم. عدم إجراء جلسة غسيل الكلى للمرضى خلال أسبوع ممكن أن تدهور الحالة الصحية لإلهم وبالتالي حدوث وفيات. نحن يعني بنحاول انه هدول المرضى يعني نساعدهم وما يصير في عندهم هالحالات الوفيات ان شاء الله. يعني دكتور هل تتوقع ان هذا النداء سيشكل ضغط على منظمه الصحه العالميه لتدخل المواد الطبيه من خلال الهلال الاحمر؟ نحن بالنهاية يعني نحن ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر جميعنا نعمل عمل إنساني دؤوب من أجل مساعدة هؤلاء المرضى. بالنهاية العمل الإنساني بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر مشكورة، يعني بال 2016 دخلوا لنا مواد وأنقذوا حياة المرضى اللي كانوا موجودين واللي هلا عم يستمروا معنا بإجراء جلسات غسيل الكلى. طبعا المرضى هلا بيتمنوا ونحن بنتمنى إنه هذا الشيء يضل مستمر وتدخل المواد. بالنهاية هذا عمل إنساني مساعدة المريض لأداء علاجه كمريض مزمن مثل مرض قصور الكليه المزمن اللي بيساوي جلستين اسبوعيا او ثلاث جلسات اسبوعيا. بظن يعني هذا المرض لا يمكن اي شخص انه يتحمله، وبالتالي يعني نحن بنركز على موضوع انه مريض قصور الكليه اذا تاخر جلسات غسيل الكلى مده اكثر من اسبوع عن اجراء جلسات غسيل الكلى ممكن تدور حاله صحيه واجراء حالات وفاه منه. نعم. نحن السنه الماضيه تاخر دخول المواد وللاسف خسرنا مريضين او ثلاثه من المرضى. اضافه لهيك نحن بنتمنى دخول اجهزه مرافقه وادويه مرافقه علاجيه، يعني نحن السنه الماضيه دخل مواد طبيه وقليل من السيرومات لا تتناسب مع عدد المواد الطبيه اللي دخلت لغسيل الكلى، غير هيك نحن ما دخلنا لا مواد طبيه كادويه كهرمونيه او فيتامينات او الادويه العلاجيه لمرضى قصور الكليه، بنتمنى دخول هي المواد نحن ودخول اجهزه ضروريه لاجراء جلسات غسيل الكلى. للاسف نحن الاجهزه القديمه الموجوده عندنا خرجت على الخدمه ولا تسد. منذ متى كانت اخر دفعه من المواد الطبيه التي دخلت اليكم؟ نعم نحن بال 2016 الشهر العاشر 15/10 دخلت اخر دفعه مواد طبيه من قبل الهلال الاحمر منظمه الصحه العالميه تقدر 250 جلسه. نعم. طبعا للاسف هي استنزفت هي الجلسات حاليا. نحن بحاجه لاجهزة جديدة ومواد غسيل الكلى من أجل إجراء الجلسات اللازمة للمرضى. المرضى يعانون من تدهور حالة صحية في حال عدم توافر هي المواد وبالتالي حدوث وفيات. هؤلاء ال 31 مريض هم بشر وليسوا أرقام. نتمنى من الجميع أنه يساعدنا بهالموضوع ونتكاتف جميعا من أجل إيصال هي المواد. طبعا جلسة غسيل تتعلق بشكل كامل مع حياة الإنسان هذا. نعم. اللي ما بيقدر يمكن حياته مرتبطة فيها بشكل تام. بالنهاية نحن ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر. نعم. يعني دكتور هل يتم التواصل مباشرة؟ نعم. مع منظمة الصحة العالمية أم هناك وسيط؟ نعم نحن عندنا وسيط هو الهلال الأحمر. نعم. تمام، هو وسيطنا مع منظمة الصحة العالمية، والفترة الماضية مثل ما حكينا أنه تواصلنا معهم وكان في مبادرة طيبة منهم ودخلوا لنا مواد والحمد لله، ولو إجت متأخرة شوي لكن جعلت يعني المرضى في سرور أنه نحن هذا العمل الإنساني إن شاء الله يكلل بالنجاح. بالنهاية نتمنى دخول كميات وافية من أجل أنه المريض يحس بحالة من الاستقرار النفسي وهو أنه ما يعطول يتأذن نفسيا بتأخير دخول المواد وبالتالي تقليل عدد الجلسات اللازمة له في آخر شهر من دخول المواد. أنه نحن هذا آخر الشهر نحن لهلأ ما دخلنا مواد لازم نقلل الجلسات شوي، بدل ثلاث جلسات بصير المريض جلستين أو جلسة واحدة بالأسبوع. طبعا خلال هذا الشهر تدهور الحالة الصحية له وبالتالي تنعكس عليه. نتمنى هاي الحالة ما تصير عنا. نحن هلا بنهاية هذا الأسبوع بنوجه نداء عاجل واستغاثة عاجلة بأنه هذا المركز بنهاية هذا الأسبوع راح يوقف، ونتمنى من جميع الجهات الإنسانية والمنظمات الدولية والهيئات الصحية أنه يساندونا بهالموضوع ويدخلوا لنا المواد إلى الغوطة الشرقية المحاصرة.
نتمنى دكتور أن يصل هذا النداء لكل المنظمات التي تعنى بهذا الشأن. أشكرك على هذه المداخلة دكتور محمد الصادق، أخصائي أمراض كلى من الغوطة الشرقية. شكرا لك. نبقى في الغوطة الشرقية ولكن في شأن آخر، حيث حققت حملة أطلقها النشطاء تحت اسم مع الغوطة انتشارا واسعا في غضون أيام، حيث تضامن معها أشخاص وناشطون حقوقيون وسياسيون من خارج الغوطة الشرقية، بمحاولة للفت أنظار العالم العربي والغربي لما يجري فيها من حصار وقصف ومحاولات اقتحام لقوات النظام والميليشيات المساندة له على جبهتها. مديرة مكتب المرأة في المجلس المحلي لمدينة دوما بيان ريحان، وهي إحدى المتضامنات مع الحملة، قالت إنها طريقة للتنديد بجرائم النظام التي يرتكبها بحق 350 ألف مدني يقطنون بمدن الغوطة في ظروف الحصار والقصف، مشيرة إلى أن الحملة حققت رواجا عالميا خلال أسبوع واحد، حيث تضامن معها أشخاص من كل المحافظات السورية وآخرون من تركيا والمجر وفرنسا والعديد من المدن العربية والغربية. غوطة العدية العدية يا غوطة رحبك دوم، والله مهما يزيدوا علي اللوم، يا غوطة يا غوطة ما بغيبك يوم، والله مهما يزيدوا علي اللوم، والله انت عيوني وانت النوم، والله وانت الدمعة العخدودة. غوطة العدية ينضم إلينا مباشرة من الغوطة الشرقية يوسف البستاني، منسق حملة مع الغوطة. أهلا بك سيد يوسف. يعني هذه الحملة مع الغوطة، يعني كيف أتتكم هذه الفكرة لتنظيمها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي؟ نعم، مساء الخير أولا لكم ولجميع المشاهدين. أهلا بك. حملة مع الغوطة التي أطلقناها منذ نحو تقريبا أسبوع، الهدف الرئيسي صراحة نحن بدأنا نلتمس منذ شهور غياب حقيقي للغوطة الشرقية على الساحة الإعلامية والإنسانية أيضا. نعم. في يعني الساحة السورية، الغوطة الشرقية هي المنطقة الأكبر حاليا التي يوجد بها عدد أكبر من المحاصرين، بما لا يعني اقل يعني بالحدود الدنيا 350 الف، هناك احصائيات تقول ان هناك 400 الف مدني محاصر داخل الغوطه، هناك مآسي حقيقه. يعني الغوطه الان مهمشه، لا يعني ما يجري في الغوطه هناك العديد من الحقائق، اردنا تسليط الضوء عليها في هذه الحمله لندعو كل متابع لشان الثوره، كل المنظمات الانسانيه، المنظمات الحقوقيه، الدول المعنيه بالثوره لكي تتضامن حقيقه. نعم. وتعمل على تخفيف المعاناة في الغوطة. في الغوطة هناك 20 ألف طفل يعانون سوء في التعليم، من استهداف للمدارس. يعني التعليم في الغوطة هو حقيقة طريق إلى الجنة، ممكن أي مدرسة أي روضة تستهدف بالصواريخ. يوجد في الغوطة آلاف العائلات منذ شهور نزحت من البلدان التي لا تزال تعيش إلى هذه اللحظة عمليات عسكرية. هناك آلاف العائلات نزحت في هذا البرد القارس، اليوم هي بدون مأوى، بدون منزل، بدون بيت. لا نستطيع نحن كمدنيين في الغوطة تقديم لهم شيء، لأن وضعنا يعني أسوأ. يعني البلدات التي لا يوجد بها تهجير لا تستطيع تقديم لهؤلاء العائلات شيء، هم يقطنون الخيام، يقطنون منازل غير مهيئة للسكن، يعني على العظم ما فيها أي شيء. صراحة عددهم كبير جدا، الحملة العسكرية لم تتوقف. في الغوطة يوجد لدينا من 230 يوم لم تتوقف المعارك يوم واحد، 230 يوم، يعني فيك تقولي كل يوم عندنا اقتحام إلى 5 محاولات اقتحام على الغوطة، وهو رقم كبير جدا بالنسبة للغوطة التي لا يوجد لها طريق، لا يوجد لها حدود. نعم. لا يوجد لها منفذ، كل المنافذ هي عبر النظام أو تهريب، وبتكاليف وخطورة عالية جدا، نخسر بها أموال كبيرة ونخسر بها أيضا شباب يتم اعتقالهم عبر هذه الطرق التهريب. طيب نحن في الغوطة وكما عرضتم منذ قليل. مع من تم التنسيق للتحضير لهذه الحملة؟ يعني هناك إعلاميون ومؤثرون ساعدوا في انتشارها سريعا.
نعم بالتأكيد، نحن يعني عندما قررنا يعني أن نقوم بمثل هذه الفكرة اجتمعنا مع مؤسسات، مع إعلاميين، منهم كان اجتماع داخل الغوطة مع مؤسسات داخل الغوطة من مجالس محلية ومؤسسات إنسانية، ومع إعلاميين في الخارج إن كانوا في تركيا أو في دول أخرى، أو في إعلاميين موجودين في إدلب وريفة وحلب، وريف حلب عفوا. طلبنا منهم التضامن والتعاون في نشر هذه الحملة ونشر ما نقوم به، وأيضا مع إعلاميين سوريين متابعين للشأن السوري، وأيضا تواصلنا مع القنوات. فحاولنا بشتى الطرق وما نملكه من وسائل رغم قلتها وضعفها تسليط الضوء على الغوطة، على معاناة أهلنا في الغوطة، على للأسف أن أصبحنا في الغوطة عبارة عن أرقام وملفات لا يتم تحريكها إلا في شأن السياسي ليتم الضغط به على النظام، ولكن حقيقة نحن معاناتنا تزداد، لا يوجد يعني كما نوهتم في التقرير منذ قليل موضوع الطب، نحن نعيش مأساة على جميع القطاعات، طبي، تعليمي، مدني، ملف الأطفال ملف جدا قاسي، موضوع البطالة يوجد عنا في الغوطة، احنا من 4 سنين في عنا عائلات اصبحت بدون عمل. اسمح لي سيد يوسف، يعني هذه الصور التي رأيناها من جميع البلدان، يعني برأيك كيف ستؤثر على الرأي العام وربما الضغط على المجتمع الدولي لتوقيف ما يحصل من جرائم في الغوطة؟ نعم سيدتي، نحن نعلم أن المجتمع الدولي يعلم تماما، ونحن كنا نزود الأمم المتحدة، الهلال الأحمر، كل المنظمات الدولية نزودهم بشكل شبه يعني مستمر بالملفات الإنسانية وخروقات النظام والمجازر والمعاناة التي نعيشها، هم عندهم علم تفصيلي بمعاناة الغوطة. نحن قمنا بهذه الحملة للضغط عليهم، ولكن هم عندهم علم كامل ويعرفون ما هي احتياجات الغوطة، يعني بيعرفوا وجعنا صراحة، الدول المعنية والمنظمات الدولية، ولكن للأسف أن يعني أصبح الإنسان السوري عبارة عن مصالح للدول هنا وهناك فقط، لا يوجد له أي قيمة لمعاناته، لا للدم الذي يقدمه، لا لآلاف الشهداء، لا يوجد أي قيمة لشيء. عندما يردون الضغط على النظام يطالبوه بالسماح مثلا للدخول لفتات من الطعام إلى الغوطة، التي هي كانت صراحة ساحة حقيقية لسيل آلاف الشهداء من مجازر، يعني كنا نتحدث عن عشرات المجازر. الآن المعارك مثلا في كل سوريا لا توجد محاور رئيسية للمعارك والاقتحامات يعني التي قمنا بها. طيب إلى متى ستستمرون في هذه الحملة؟ نعم نحن مستمرون بإذن الله في هذه الحملة إلى يوم الخميس، يعني بعد غد. طبعا نحن لن نتوقف، ولكن سنقوم ب يعني سنتبع أسلوب آخر، وسنقوم بطرق جميع الأبواب إلى أن نصل إلى غايتنا، وهي إيقاف المعاناة على أهلنا في الغوطة، إيقاف زحف هؤلاء المرتزقة والعصابات باتجاه المدن في الغوطة، إيقاف قصف الغوطة، تخفيف معاناة موضوع المعتقلين، يوجد آلاف المعتقلين لدينا من أهل الغوطة عند هذا النظام المجرم، وسنحاول بكل ما نستطيع. نعم أعذرنا على المقاطعة، ولكن لم يتبقى معي وقت كافي. شكرا لك يوسف البستاني، منسق حملة مع الغوطة، كلمتنا من الغوطة الشرقية.